اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا اطمنكم بس في البدايه على قفشه ومحمد هاني، هم كانوا تعرضوا لاصابات مختلفه في مباراه السوبر، فالنادي الاهلي النهارده اعلن بشكل رسمي عن طريق الكابتن سيد عبد الحفيظ ان قفشه عنده جزع في الرباط الداخلي للكاحل ويغيب لمده اسبوعين. احنا تقريبا مباراه الترجي خلاص، هو ام بي كده مش هيلعب ام بي يوم الجمعه، فمباراه الترجي فرص لحقه هتبقى عامله ازاي لو هو هيغيب اسبوعين زي ما الكابتن سيد قال؟ واكيد طبعا كابتن سيد قال كده، يبقى خلاص هو هيغيب اسبوعين، فبالتالي في فرص كبيره ان هو يلحق مباراه الذهاب امام الترجي في تونس، والمفترض ان هي هتكون يوم 18 او 19، الاقرب ان هي هتكون يوم 18 من الشهر المقبل. فبالتالي ان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل، لان قفشه من ضمن اللعيبه المهمه جدا والمؤثره جدا في مشوار النادي الاهلي في مختلف البطولات. طيب بالنسبه لمحمد هاني، محمد هاني عنده شد في العضله الاماميه، فهيجيب 3 اسابيع عن التدريبات، وبعد كده ان شاء الله باذن الله يقدر يشارك في تدريبات النادي الاهلي بعد ما ينتهي من برامجه العلاجيه والتاهيليه علشان يكون متاح للجهاز الفني. يلحق محمد هاني الترجي كده بقت صعب جدا، لكن ان شاء الله ماتش الاياب ممكن يلحق محمد هاني. كل شيء وارد، وكله بالمناسبه يا جماعه موضوع المواعيد بالتحديد ده مش بيبقى كلام نهائي، لان كله بيتوقف على مدى استجابه حاله كل لاعب. يعني مثلا محمد هاني عنده شد في العضله الاماميه، فعلى حسب العضله هل هتستجيب بشكل سريع، ممكن يرجع قبل 3 اسابيع، هل يتاخر بعد 3 اسابيع، تبقى على حسب كل لاعب. نفس الحال بالنسبه لقفشه برضه، على حسب استجابه قفشه للعلاج، يبقوا اسبوعين، يبقوا اكتر، يبقوا اقل، يا رب. هيبقى امر مهم جدا. لكن سواء غاب قفشه او محمد هاني، احنا عندنا البدائل، عندنا قائمه متكامله من فريق النادي الاهلي. ممكن تقول لي احنا ما عندناش حد رقم 10، لا عندنا ممكن تكون مش شايف ناصر ماهر بالاداء اللي احنا متوقعينه، لكن لعيب كبير ممكن يلعب في المكان ده. اجاييه ممكن يلعب في المكان ده، عمرو السوليه، ويبقى عندك حمدي رجع الحمد لله جنب ديانج، الاثنين يبقوا ارتكاز، والسوليه ياخد حريه شويه. حاجات كلها تكتيكيه او فنيه احنا مالناش دعوه بيها، يعني الادرى بكل هذه الامور اكيد المدير الفني مستر بيتسو موسيماني. بمناسبه بقى موسيماني، فخلينا نتكلم شويه عن الراجل، لان الراجل ده بصراحه مظلوم. هو الراجل مظلوم، لانه ايا كان بيعمل ايه، بيكسب بينتقد، بيكسب وبيعمل اداء بينتقد، بيخسر بيبقى لازم يمشي. خلي بالك، يعني لو خسر موسيماني لازم يمشي، ده الكلام اللي بعض الاعلاميين وبعض الجماهير ممكن يكونوا بيقولوه دايما من غير منطقيه بصراحه، يعني من غير منطقيه. لان ليه؟ طبيعي جدا انت بتنافس في بطولات كتير في فتره زمنيه قليله، فانت مش هتكسب كل الماتشات، انت مش هتلعب كل الماتشات حلو، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائيه الحاليه اللي بيعيشها العالم كله. مفيش فريق في العالم بيكسب كل الماتشات، ومفيش فريق في العالم بيعمل الماتشات كلها باداء ممتاز، ما بيحصلش، مش منطقي. دي كوره وانت مش تلعب لوحدك، في انديه كتير جدا مميزه، في انديه كتير جدا تقيله، لكن لازم تبص للظروف ولازم تبقى مركز وملم باللي بيحصل. مثلا في معوقات من اتحاد الكوره كنا عايشينها وشفناها كلنا، في ماتشات كتير ورا بعض، كل يومين ماتش، شفنا الكلام ده، اصابات كتير كانت موجوده، فكان طبيعي ان يبقى في اهتزاز في المستوى، طبيعي ان انت تخسر ماتش واتنين، طبيعي. لكن انت في النهايه ايه؟ انت في النهايه كل البطولات في ايدك. فانا عايز اتكلم على موسيماني كده واحده واحده، لان كفايه بقى يا جماعه مقارنات. يعني الكل يقعد يقول لك اصل فايلر في الفتره الاولى كان مدير فني عالمي، ده احنا كنا بنلعب كره حلوه قوي. لا بصراحه ده كان بيحصل. الفتره الثانيه ما كانش حلو خالص فايلر لو نفتكر، لكن في نفس الوقت هتيجي تقارن كمان موسيماني بجوزيه، برضه هتبقى مقارنه ظالمه. فبالتالي بص للي بيحصل دلوقتي، بص شوف الفرقه نتائجها عامله ازاي، بص شوف الفرقه مع موسيماني واخدين كام بطوله، وشوف برضو الفرقه مع موسيماني خسرت كام بطوله. هل احنا خسرنا اي بطوله مع موسيماني؟ لا ما حصلش. كسبنا كام بطوله؟ 4 بطولات مع موسيماني. الراجل جه يوم بالظبط 2 اكتوبر السنه اللي فاتت، يوم 2 اكتوبر اللي فات جه، كان الدوري خلصان، فايلر مخلصه، كنا كسبنا الدوري بشكل رسمي خلاص يعني. جه دخل على طول في نص نهائي دوري ابطال افريقيا، عمل ايه؟ كسب الوداد رايح جاي،
وكسب الزمالك في مباراه القاضيه، ممكن لو طبعا اكيد دي ما تتنسيش يعني، كلنا فاكرينها ومش هننساها وهتفضل خالده هذه المباراه بهدف القاضيه ممكن لقفشه يعني. جاب البطوله، جابها حاجه تحسب له، انجاز كبير جدا، وانسجم بشكل سريع قوي مع الفرق بشكل سريع، وده كان اختيار مناسب لموسيماني بالتحديد من كابتن محمود الخطيب بصراحه يعني، ويعني المسؤولين عن الكره في النادي الاهلي بشكل عام، ان انت تجيب مدرب يخش بسرعه مع الفرقه، اللي انت عندك دوري ابطال افريقيا، انت عايز البطوله ايا كانت الظروف. خلصت دوري ابطال افريقيا، دخلت على كاس مصر، جبت الكاس مصر بقى عندك مع مين؟ مع موسيماني. حلو، السوبر اهو موجود اهو جنبنا برضه، موسيماني جاب مع الفرقه، هو مش موجود لوحده، هو موجود المنظومه بشكل كامل يعني، كله بيكمل بعض في الاهلي. تمام، الاهلي فين دلوقتي؟ الاهلي في نص نهائي دوري ابطال افريقيا بعد منافسه قويه جدا، انت بتوصل لمرحله حاسمه ومرحله مهمه باذن الله من خلالها توصل النهائي، وليه لا ما تخش البطوله، رغم برضه ان المنافسه صعبه جدا، سواء مع الترجي فريق كبير جدا جدا، او مع الوداد اللي هيلعب النهائي على ارضه، هو بنسبه كبيره صعد للنهائي عشان هيقابل كايزر تشيفز يعني. كاس العالم للانديه، انت عملت ايه في كاس العالم للانديه؟ اول مشاركه للجيل الحالي، وتاني مشاركه لموسيماني. موسيماني كان شارك قبل كده مع صن داونز وكان نتائجه وحشه جدا، خد خبرات الراجل، استخدم خبراته دي في المشاركه الثانيه ليه مع النادي الاهلي، بجيل اول مره يشارك، خرجوا من البطوله بالبرونزيه، رجعوا مصر بالبرونزيه، فده انجاز كبير جدا يحسب للراجل. صح ولا مش صح؟ صح. طيب موقف الاهلي في الدوري السنه دي ايه؟ موقف الاهلي في الدوري انه لو كسب ماتشاته المؤجله يتصدر الجدول، يعني الامور كلها في ايده. لو نفترض ان انت الزمالك دلوقتي ماشي كويس وكسبان، وانت تكسب مبارياتك المؤجله وتعادل المباريات مع نادي الزمالك، هتبقى انت فارق عن الزمالك نقطتين. فانت ما خسرتش اي حاجه، مفيش اي بطوله خسرتها. فبنرجو من الناس، الجمهور او بعض من الجماهير، لان في ناس كتير جدا مدركه الكلام اللي احنا بنقوله ده، وبعض الاعلاميين اللي هم بيستنوا الغلطه للاهلي، وانا عارف انا بقول لحضراتكم ايه، بيستنوا الغلطه، الخساره، التعادل للاهلي، لان هفكر حضراتكم بحاجه مهمه برضه، واستحملوني شويه في الجزء ده. لما رجعنا من كاس العالم بعد ما خسرنا من بايرن، نتيجه عاديه يعني، طبيعي ان هي تحصل، انت تخسر من بايرن، رجعت لعبت مع سيمبا هناك في سيمبا، خسرت، اول حاجه سمعتها ايه بذمتك يا شيخ؟ اول حاجه سمعتها ايه؟ قال لك موسيماني ده لازم يمشي، هو راجع بالبرونزيه وهو واخد دوري ابطال افريقيا وهو واخد كاس مصر، قال لك ده لازم يمشي. جينا عملنا ماتش عالمي في الكونغو مع فيتا كلوب، قال لك ده مدرب عالمي جدا، ده ايه الجمال ده، ايه الحلاوه ده، احنا كسبانين هناك 3-0، اول فوز للفرق المصريه هناك في الكونغو. جيت مش عارف خسرت من سموحه، ومش عارف خسرت من المحله، فقال لك لا 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 ده مفيش اداء، ده مدرب تعبان، ده مدرب لا يا جماعه. واللي يضايق ويغيظ ان تسمع الكلام ده من ناس لعبت كوره قبل كده، بتسمع الكلام ده من ناس لعبت كوره قبل كده، وبتسمع الكلام ده من ناس فاهمه في الكوره. ما هو الراجل ده مش ساحر، مش هيكسب كل حاجه، او مش هيكسب كل المباريات، هو بصراحه لغايه دلوقتي بيكسب كل حاجه، كل بطوله بنخش فيها بيكسبها. ايه المباريات الكبيره اللي خسرها موسيماني؟ نفكر بعض، هل خسر مباريات كبيره مثلا؟ لا، مباراه البايرن هي مباراه كبيره، اكبر مباراه، بس كان يعني حاجه غريبه ان احنا نخسر من بايرن؟ لا بصراحه مش غريبه، انت بتلعب مع افضل فريق في العالم بمقاومات وامكانيات غير طبيعيه. فبالتالي الراجل نتائجه كلها ممتازه وارقامه كلها ممتازه، احنا مطلوب مننا ايه؟ احنا مطلوب مننا ايه كاعلام وكجمهور داعم ومساند للنادي الاهلي؟ مطلوب ان احنا يكون عندنا تريث في الانتقاد، ما يبقاش انتقادنا لازع بالراحه كده. اكيد هيغلط، اكيد مش هيبقى موفق في ماتش من الماتشات، اكيد ممكن يخسر بطوله بالمناسبه، لان احنا برضو مش يعني احنا مش هنكسب كل البطولات اللي في الدنيا يعني، ممكن نخسر بطوله، لكن في نفس الوقت لما يجي الاهلي يخسر، لا افتكر الفرقه دي ماشيه ازاي، والفرقه دي جابت ايه، والمدرب ده جاب ايه. بالمناسبه برضو، هل موسيماني عمل فتره اعداد مع الاهلي؟ لا، الراجل جه من الدار للنار على طول. هل موسيماني اختار قايمه ولا حاجه؟ لا، الراجل برضو جه من الدار للنار بالناس اللي موجوده، هم ناس بصراحه ممتازين، والدليل البطولات. اكيد الاهلي هيدعم برضو، انت اي فريق بطل لازم بيدعم صفوفه، لكن انا بتكلم في القايمه الحاليه اللي مكمله معانا لاخر الموسم اللي لسه ما خلصش، مش عارفين هيخلص امتى، 8 بقى 9 حسب ما يخلص.
فبالتالي دي كلها امور تحسب للمدير الفني ان هو ازاي عرف يتعامل مع الظروف اللي قدامه ويخرج باكبر كم ممكن من المكاسب. الاهلي لحد دلوقتي مع موسيماني ما خسرش ولا بطوله، فكفايه بقى يا جماعه ان احنا نقعد نقيم الراجل وكل ماتش نقول ده الاختبار الحقيقي لموسيماني وينجح، ده الاختبار الحقيقي لموسيماني وينجح. ولما يجي بقى يخسر ماتش زي ما انتوا فاكرين كده السنه اللي فاتت مثلا لما من مع فايلر كنا كسبانين وعاملين ارقام قياسيه خسرنا ماتش الدنيا قامت ما عادتش، وقال لك الاهلي ده مش نافع والاداره دي مش نافعه واللعيبه دي لازم تمشي والمدير الفني ده اصلا ما عندوش فكره رغم ان كانت الارقام قياسيه. فصدقوني وحياه ربنا بجد في ناس بتنتظر الهزيمه للاهلي علشان تستغلها فرصه ان تهدم ما تم بناؤه. الاهلي بنى حاجات كتير قوي وقدر ان هو ينجح فيها، ولسه كمان ما بنشبعش بطولات زي ما احنا متفقين. عايز اقول لحضراتكم ارقام موسيماني لحد دلوقتي مع النادي الاهلي. موسيماني عمل ارقام ممتازه، لعب كام ماتش؟ 44 ماتش زي ما انتوا هتشوفوا كده على الشاشه اهو، 24 ماتش مع النادي الاهلي من ساعه ما جه يوم 2 اكتوبر. فاز في كام؟ فاز في 31 لقاء. تعادل في كام؟ تعادل في 9. خسر كام ماتش؟ 4 منهم ماتش البايرن. سجل الاهلي مع موسيماني كام جون؟ 83 جون. استقبل الاهلي كام هدف؟ 31 هدف. طيب ايه البطولات اللي حققها موسيماني؟ دوري ابطال افريقيا ودي اهم بطوله طبعا، اهم بطوله، وايه ما كانتش اي بطوله، دي كانت اغلى بطوله بصراحه يعني، وكاس مصر وبرونزيه كاس العالم والسوبر الافريقي. الراجل واخد 3 بطولات وبرونزيه، فدي حاجه اكثر من رائعه وارقام جيده ومجهود يشكر عليه الجهاز الفني بقياده موسيماني واللاعبين. فيعني عايزين نقفل بقى الملف ده، وارجو ان الناس كلها وهي بتنتقد طبعا حقك تنتقد، بس ما تنساش ارقام الراجل مع الاهلي، ما تنساش انجازات الفريق ده وبطولاته. ان شاء الله الاهلي هيجيب بطولات تاني، ان شاء الله الاهلي هيشتغل على انه يفرح جماهيره دايما اللي بتفرح اكتر ما بتزعل، وهي دي ميزه انك بتشجع النادي الاهلي. هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نكمل فقرات حلقه الترند. يلا بينا.